عاجبني أضيقة أكثر من الثانية بين درة وعائشة بن أحمد، مين تختاري؟ الاثنين. لا، بدنا نختار شخصية واحدة أضيقة قريب أكثر لإلك. لإلي؟ ولا أدائها بيعجبني؟ بيعجبك، إيه أكيد، يعني لإلك أنت. أنا بحب شكل درة قوي، وبحب أداء درة، وبحب أداء عايشة بن أحمد. أنا لسه متفرجة لها على فيلم، أوكي، مسلسل منى زكي، وعجبني جدا عايشة بن أحمد. لعبة نيوتن، لعبة أوكي. نيوتن عجبتني جدا فيه. بس درة اللي بتختاريها أكتر، صح؟ أوكي. الشخصية اللي بعدها أو الشخصيتين تستحق فرص فنية أفضل، فريا اليوسف أم ساندي؟ ساندي. ساندي طبعا. ليه اخترتي ساندي؟ ساندي فنانة جميلة، شخصية جميلة، بحبها، صديقتي على المستوى. فريال في صدى انت وياها؟ فريال برضو صديقتي، بس يمكن ساندي أقرب مني. أقرب ليكي. غير كده ساندي بتحب شغلها جدا ودؤوبة جدا ورا الشغل، فمش عارفة يعني. أكتر يستحق اهتمام المنتجين به أكثر، وائل علاء، طارق عبد العزيز. الاثنين صحابي. عارفة الاثنين صحابك، بس مين بتحسي لازم المنتجين يركزوا عليه أكتر الفترة الجاية عشان ما نظلمش حد؟ قول الفترة الجاية مش بالمطلق. كيف أصلا الاثنين صحابي والله. أنا طارق اشتغلت معاه فيلم كيمو أنتيمو، كان في بداياتي، وائل اشتغلت معاه مين فيلم اللي بتقولي دوب أبوش صغير الأيام اللي جاية؟ طارق. أكثر من ارتحت في التمثيل معه، عنا شخصيتين. أوكي. يلا بقى. مين نختار؟ إحراج. مين نختار؟